نشطت في استخدام النفوذ، تحرش، نصب، احتيال وتهديدات، ترفيق تهم مستمرة، خلاصة لإبراز الضغوطات التي تتعرض لها السيدة خديجة العرباوي من مدينة صغيرة. في هذا الفيديو صورة من صورة معاناة وقهر بسبب شرطي يعتبر نفسه فوق القانون بالرغم من المجهودات التي تقوم بها إدارة الأمن الوطني من أجل أن تكون الشرطة في خدمة المواطن. السلام عليكم، أنا خديجة العرباوي، كنت كنسكن في مدينة الصويرة، دابا حاليا مستقرة في مدينة السطاط. المشكل اللي عندي هو مع واحد راجل أمن كيسكن في مدينة الصويرة، هو السبب. أول حاجة بعدا رحلني من الصويرة بسبب وهربت من الصويرة، بعت داري، بعت فراشي، هو السبب. حتى كيدير لي البلانات لولدي ديال المخدرات، هو السبب. مرضني في النفسية ديالي، تهديد بالقتل، تحريض على الفساد، الابتزاز. يعني هاد السيد هذا اي كلمه قلتها كنتحمل مسؤوليتها، وسبق لي درت به شكايات، عده شكايات. درت شكايه للمديريه العامه للامن الوطني، شكايه للوكيل الملك، وكيل العام ديال السطاط، شكايه للوكيل الملك ديال الصويره. يعني كاع البيبان طرقتهم، وهذا السيد هذا باقي حاليا في التهديد، في الابتزاز، التهديد بالقتل، التحريض على الفساد. يعني الا ما بغيتش نلبي لي الرغبه ديالو اللي بغاو، هذا الشيء سبق لي درت فيه في عده شكايات. حقي مازال ما خديتوش، ورغم احنا كنسمعوا الخطابات ديال سيدنا الله ينصره كيقول لك القانون يعلى ولا يعلى عليه، يعني القانون يطبق في الجميع بحال اللي عنده بحال اللي ما عندوش. وانا هذا السيد حقرني بزاف، كيخدم علي السلطه ديالو، كيهددني بالسلطه ديالو. عندي الاشهاد، عندي الشهود، عندي اي كلمه قلتها كنتحمل مسؤوليتها. ودابا راني كنعيش في الرعب، والنفسيه ديالي مرضات بزاف، النفسيه ديال ولدي مريضه بزاف. يعني كنحملوا المسؤوليه، لو وقعت شي حاجه كنحملوا المسؤوليه. وبخصوص هذا الملف ديالي كنطلب من المسؤولين الله يجازيهم بخير يدخلوا ياخذوا لي حقي من هذا الشرطي هذا. وكنطلب من السي لطيف الحموشي مدير العام للامن الوطني الله يجازيه بخير، راه راجل مزيان ولد الشعب وكيبغي الشعب. كنتمنى يشوف هذا الفيديو ديالي حتى هو ويتدخل ان شاء الله، وناخذ حقي من هذا الشرطي هذا، ويطبق عليه القانون كما كيطبق على الجميع. وعاش الملك، والله ينصر سيدنا، وشكرا. لا تنسوا تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس أسفل الفيديو ليصلكم الجديد.